أجرى حزب ممانع استطلاعا أظهر تراجعه لدى جمهور جميع الطوائف، مما دفعه لتفعيل الحوار مع رئيس تيار كان سابقا يشكل غطاء وحليفا. تستعد شخصيات اقترابية فاعلة في تشرين الأول المقبل للتحرك على خط الإدارة الأمريكية بإطار تأمين مزيد من الضغط الدولي لانتخاب رئيس. لوحظ ابتعاد سفير دولة خليجية مؤثرة في الاستحقاق الرئاسي عن المشهد الإعلامي والاكتفاء باللقاءات مهمة مع شخصيات لبنانية بعيدا عن الأضواء.